معانا كابتن ميدو مصلحي المدير الفني للماسترز، ونقول له مبروك كابتن ميدو الفوز على نادي الزمالك في صاله 100 عقبه او صاله نادي الزمالك بنتيجه ساحقه 3-0. اهلا بيك يا كابتن ميدو. اهلا وسهلا، ازيك يا اسامه؟ عامل ايه، اخبارك؟ الحمد لله، الف مبروك يا كابتن. مباراه طبعا يعني 3-0 بتعبر عن قوه النادي الاهلي، ويمكن بالتاكيد انت حاسس قد ايه جماهير النادي الاهلي بالنسبه لها فريق الطايره هو فريق يعني صنع في عهدك ليحقق الانتصارات ويحقق الارقام القياسيه، وبالتاكيد خساره البطولات في العام الماضي كانت مؤشر كبير جدا ان لازم يكون في استعاده لمكانه النادي الاهلي في كره الطائره. اعتقد النهارده مباراه بتقول وبتطمن جماهير النادي الاهلي ان احنا راجعين يا كابتن ميدو للمنصات تاني. والله ان شاء الله، الحمد لله. يعني الفرقه عملت ماتش كويس وذاكرنا كويس، وطبعا الجمهور له حق ان هو يزعل من السنه اللي فاتت، و وليهم حق في كل نقد وكل حاجة، وواحد متقبل كل كلمة هما بيقولوها لأنهم يعني بيحبوا النادي الأهلي، وأنا كمان الحمد لله. يعني عملنا ماتش كويس جدا النهاردة، وقدرنا نكسب الزمالك في الزمالك 3-0 في مباراة كانت كويسة جدا، الفريق أجاد فيها كله. يعني كابتن ميدو مصلحي، طبعا اكيد بهنيك على الفوز، واكيد انتصار مهم يمكن بنختم السنه بيه 2022. قلنا ان احنا كنا محتاجين الدفعه دي، وحضرتك بدات برساله للجمهور كنا كمان بنتكلم فيها في بدايه الحلقه، حتى في كره القدم وازاي مهم جدا انك تحسس الجمهور ان انت عند مستوى مسؤولياته وعند مستوى طموحاته من الفريق واللي منتظره. اكيد دايما بنشوف الماسترز بيكونوا عند طموح الجمهور وعند رغبه الجمهور وعند اسم النادي الاهلي اللي بنينا في ثقة في اللعبة دي على مدار سنوات، وأكيد حضرتك بتكمل مسيرة. إزاي النهاردة في مباراة على صالة نادي الزمالك بنقدر نتفوق بالنتيجة دي يا كابتن ميدو وبنكسب 3 أشواط؟ كان الإعداد الفني والكلام اللي حضرتك قلته الفريق، يعني هو الحمد لله بقى لنا يومين بنلعب على فرقة نادي الزمالك في التمرين، وذكرناهم كويس الحمد لله. وعايز أقول لك برضو إن الجمهور له دفعة كبيرة جدا وفضل كبير جدا في إن احنا لازم كنا نعوض السنه اللي فاتت، واحنا لسه ما عملناش اي حاجه. هو ده ماتش صحيح يعني ما نتيجته ما لهاش لازمه في الفتات، لكن اهلي وزمالك بتلعب في الزمالك، وكنا لازم فعلا ان احنا نعوض على الاقل فوز بسيط جدا للجمهور. احنا ان شاء الله على قد المسؤوليه، وان شاء الله السنة دي نحاول ان شاء الله نجيب ال5 بطولات اللي احنا داخلينهم باذن الله. ان شاء الله يا كابتن ميدو، يمكن انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا واعتقد يعني هيتكلموا فيها بشكل كبير جدا، هل وجود المباراه دي في الادوار يعني التمهيديه والقصه مش حاسمه بشكل كبير جدا، وغياب بعض المحترفين عن نادي الزمالك سهل المباراه على النادي الاهلي، ولا النادي الاهلي كان مستعد باي شكل كان للمباراه دي عشان يكون في مكاسب معنويه على الاقل لجماهير النادي الاهلي والفريق الطايره نفسه؟ لا، فريق الزمالك طبعا فريق محترم جدا، بيضم لعيبه دوليه كتير، يعني الفرقه ما نقصتش ولا حاجه. طبعا في محترف اللي هو يوسفاني كان مؤثر، لكن الحمد لله يعني الفرقه فعلا كانت مذاكره، حتى لو كان يوسفاني موجود الفرقه مذاكره كويس جدا من السنه اللي فاتت، وطلعت لهم ماتشات من السنه اللي فاتت، وعملنا محاضرتين كويسين جدا عليهم. ان شاء الله باذن الله يعني نوعد الجمهور ان شاء الله ان احنا نبقى على قد المسؤوليه، وبشكر جدا طبعا الاداره اللي موفره كل حاجه للنادي، وان شاء الله باذن الله نكون مزيد من الانتصارات. والنهارده الحمد لله برضه المحترفين عندنا لعبوا كويس جدا وقدموا مباراه عظيمه. يعني ان شاء الله يا كابتن، واكيد فكره ان حضرتك بتوعد ب5 بطولات دي ثقه كبيره منك في الفريق، وكمان اكيد ما تطلعش غير من مدرب عارف ادواته ومتمكن منها، واحنا جمهور النادي الاهلي كله بيثق فيكم يا كابتن. واكيد يعني رساله كده لجمهور النادي الاهلي واحنا في ختام 2022 تحب تقول له ايه؟ اولا كل سنه وطيبين وبخير، وبقول لفرقتي الاول ان احنا ما عملناش اي حاجه، دي خطوه صغيره جدا في لاستعادة الثقة دي أول حاجة، وتاني حاجة إن شاء الله الجمهور مستني طبعا الفرقة دي بالذات إن هي تاخد بطولات السنة دي وتعوض خسارة السنة اللي فاتت. إحنا صحيح عوضنا خسارة السنة اللي فاتت ببطولة أفريقيا في تونس، لكن إن شاء الله طبعا الدوري مهم جدا جدا بالنسبة لنا السنة دي، وإن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين وبخير وسنة سعيدة علينا إن شاء الله. نشكرك يا كابتن جدا لتواجدك معانا، ودايما بتحققوا انتصارات بنكون سعداء بيها. كلام مهم جدا، ويمكن جداً بداية الكلام احنا مش مرتبين طبعا كل الحدث، يعني احنا على الهوا والمباراة كانت بتلعب واحنا على الهوا، وكنا بنتكلم قد ايه المسؤول ولاعب النادي الاهلي عليه انه يتحمل غضب الجماهير
فيجي الكابتن ميدو مصلحي يعني ما كانش سمعنا احنا لو مرتبين اسامه ما كانش والله. سمعنا وجاء اتكلم اول ما اتكلم بقول له عن حاله الجماهير من الموسم الماضي قال احنا مع جماهيرنا الاهلي وعارفين ومقدرين غضب جماهير النادي الاهلي هو ده اللي احنا بنقوله يا جماعه هو ده الدستور الغير مكتوب للنادي الاهلي اللي احنا بنتكلم فيه هو ده تاريخ النادي الاهلي ان حتى لو انت مختلف مع بعض وجهات النظر الحاده للجماهير بس انت كمسؤول انت اللي عليك الدور تمتص الغضب ده وتراعي الغضب ده لان في النهايه الناس دي هي اللي بتشيلك على الاعناق شكرا جدا للكابتن ميدو مصلحي اللي بيجي في توقيت بياكد ان احنا هنا كنا بنتكلم في الاتجاه الصحيح سواء للاعبي النادي الاهلي للجهاز الفني حتى اتكلمنا لمجلس اداره النادي الاهلي اللي هم متفاهمين ده بشكل كبير جدا وده يعني شفناه من خلال التعامل مع بعض الجماهير عن حاله الغضب وطبعا عجبني جدا ان هو وجه رساله لفرقته احنا لسه ما عملناش اي حاجه دي بدايه فوز معنوي فوز لاستعاده الثقه نتمنى ان شاء الله يكونوا الابطال في الموعد باذن الله في هذا الموسم ده حقيقي يا اسامه واكيد انتوا شفتوا يا جماعه دي عقليه النادي الاهلي ليه انت سمعت مسؤول ما سمعش الانترو كان عنده مباراه ما سمعش الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه ليه جه على نفس التراك لان ده النادي الاهلي ده المسؤول والمدير الفني واللي عارف يعني ايه نادي اهلي فبيكلمك في ثوابت ان انا ما حققتش لسه حاجه ان انا ببص على كل البطولات ان فريقي لسه مستني منه كتير ان انا عارف رغبه الجمهور وعارف جمهور النادي الاهلي منتظر ايه وعارف ان انا لازم احقق ده ولازم اكون قد ده وابدا ابدا لا ارتكن لمباراه او فوز في مباراه انا هدفي البطوله انا هدفي ان انا احافظ على عقليه فريق الماسترز ده اللي احنا كنا سعداء جدا بيه لان لازم نبروزه لان ده السياق اللي احنا ماشيين معاك وفيه من بدايه الفقره